السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كباكة من قناة كباكة تي في. محمد صلاح ومحمد النني في الطيارة وهم رايحين انجلترا، طبعا في طيارة مجهزة جاتهم من الجونة توديهم على انجلترا عشان هم مصابين كورونا، فالطيارة مجهزة طبيا. بدور على الفيديو مش عارف مش عايز يشتغل ليه. فالمهم فالمهم حد صور لهم فيديو وهم قاعدين في الطيارة، ومحمد صلاح قاعد ماسك الايباد بتاعه ولابس الكمامة اهو، والنني برضه هو تقريبا النني هو اللي بيصور. ف كل الحب وكل الدعم لمو صلاح ومو النني، وربنا يشفيهم يا رب، ومن نجاح لنجاح. متنساش تدينا لايك شير سبسكرايب شير، كل الخبر اللي تعرف اول باول. سلام.